هل الوتر سنة؟ والله المغسلة ثابت عنه في كل الأحوال. ولما قال لعائشة أنا أريد الخمرة اللي هي الوتر وكان في المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وثبت عنه أيضا أنه لبس الإمامة، وثبت عنه أنه لبس أيضا الخلسوة، وثبت في بعض الأحوال أنه حسر رأسه، فهذا كله ثابت عنه من هديه صلى الله عليه وسلم. أما الأثر بأن العمائم إيجاب العرب، فهذا أثر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.